الحادث اللي وصل للراحل الله يرحمه تفير هو مات في واحد الظروف ما كتوفرش فيه شروط الصحه والسلامه داخل المؤسسات اوزون في البارك وجد داخل الولجه، بينما هذاك السيد اللي كيحميه ما كاينش، هذيك الكيه كان مخشي تحت هذاك الكيه ولبن مهزوز، والمعدات اللي عنده كانت كلامونيط وموس وخدام نهار لحد بوحده، شروط السلامه ما كتحمي بها، جاو جمعيات حقوقيه وكانوا في عين المكان وسجلوا، بينما السيد ما كيلابش لا صباط اللي كيحميه، ما عنده ليقات، ما عنده كسوه، ما عندوش شروط السلامه اللي كتحميه من هذاك اللبن اللي مهزوز، خاصو تكون عنده واحد الحاجه باش كتحميه. بعدا كتسجلوا الناس بينما شروط السلامه ما كايناش، لا مصالح الشرب لا دوش لا بلاكارات، حتى حاجه ما كاينه ديال شروط السلامه اللي كتقول هذه الشركه. والسيد داخل العمل ديالو من 2008 شهر 7 مع فيوليا سابقا، وبدا 2013 باش دخلت علينا اوزون، هو عنده اقداميه من 2008 شهر 7 الاقداميه اللي عنده الى دابا توفى السيد. واولا الناس اللي جا خوه ووصل عليه لعين المكان وكيبكي مسكين وكيصرح تما، وباش مشينا عند الاخ ديالو حتى الاخر مشينا عنده الاخ ديالو صرح لينا، بينما هذيك الحاله اللي مات فيها الاخ ديالو لا مرثيه، ما هي حاله بقى هذيك الحاله ما بقاش كدور عندنا في هذا العصر، بينما هذيك الحاله اللي ميت تحت الارض وبين الساسي والوسخ والكاسكيطه كيدايره اللي داير طربوش عادي والكسوه كيدايره عادي، لا صباط لا ليقات، حاله ارثى لها. بينما كاين دفتر التحمل شروط دفتر التحمل اللي موقع فيه الجماعه والاداره ما محترمش، حنا كنطالبوا يكون واحد المراقبه تكون جاده وتكون تحتفظ فيها تحترم فيها المسطره القانونيه، كنطالبوا بالناس مسؤولين يجوا يشاهدوا في هذه الحاله اللي كاينه، وحنا مستعدين نوقعوا وتوقع الشركه ويجوا عين المكان ويشوفوا الحاله، وجميع الاستغلاليات ديال الاوزون لا تحترم العمل السلامه، لا الناس كيدخلوهم بكونترات كونترات من غير اوزون وخدمهم في اوزون، كاين اللي دايرين ليه الكونترا فيها البناء، دايرين ليه سيكيريتي، دايرين ليه جميع، كاينين ناس خدامين معنا هنا عامين وباقي ما رسموهمش، تلاعب هاد الشركه كتلاعب بالقانون وما كتحترمش العمل النقابي داخل المؤسسه، تعسفات على اعضاء المكتب هنا، وعامين وحنا كنراسلوا السلطات، كنراسلوا صاحب جلاله العامل صاحب جلاله الملك، كنراسلوه شحال من خطره، كنراسلوا السيد الوالي، كنراسلوا مندوبيه التشغيل، عامين وحنا كنعيشوا معاهم في هذه الظروف من دخلوا، وجميع العمال في المغرب مؤسسه اوزون كتعسف، ودابا اللي كنتفاجئوا بما جايبين جوج كيران من فاس ومن جايبين عباد الله في واحد الحاله اللي ارتا ليها، كنت فيها دابا في البارك باش داروا لي محضر استماع وشفت الحاله كي ناعسين الناس مستفين بونجا، وواحد الحاله راه ما حنا في بلاد القانون والديمقراطيه خاصها تنزل للواقع وخصو ينزلوا لجنه وتحقق في هذا الشيء اللي كيوقع العامين النظافه تشوف، وتم طرد ديال المكتب النقابي، تعسف على مكتب نقابي، اتهموه بينما معارق العمل واتهموه بينما مضر السوارت، وهادشي كيتلاعبوا باش اكثريه على المناديب، باش هذا المكتب اللي نازيه وما عندوش المناديب وكيناضل، ما عندوش تمثيليه ديال المناديب وكيناضل بصراحه وبغيره على العمال. شنو الاسباب اللي خلات الشركه ترد عدد من العمال ديالها وتعلمكم هذا الصباح بطرد المكتب النقابي؟ حيت خدام بواحد المصداقيه وبواحد الروح وطنيه وواحد الغيره على العمال. الامر ما عندوش علاقه بوفاه الزميل ديالكم؟ العلاقه ما عندوش وفاه العلاقه حنا اللي كنطالبوا تحقيق بين ما السيد راه مات في حاله ارثى لها، ومات ما كتحميش حروق ما كتحميش الصحه والسلامه، وهذا الشيء كاينين جمعيات اللي سجلوا هذا الشيء، وحنا كنطالبوا
بين ما يراقبوا يجوا ناس مراقبين وراقبوا هادشي بحقيقه. كنطالبوا ناس مسؤولين في هاد البلاد بين ما ينزلوا المدينه سالا وينزلوا جميع استغلاليات ديال الاوزون. جميع استغلاليات انا نتحاسب عليها الا ما كانش، الا كان هاد السيد كيتوفر على السلامه، ولا كان هاد السيد كيحترم المسطره القانونيه، انا نتحاكم في هاد البلاد. ضروري بزاف عندنا الشيافه، واش شيفور غيخدم ب 47000 ريال؟ ما كايناش ضروري بزاف. الله يوفقهم.